بسم الله الرحمن الرحيم. انا الدكتور عبد العزيز عبد الحافظ، استاذ مساعد جراحه العوايد الدمويه في مستشفيات جامعه الازهر والمقرر العام لمؤتمر الايزي باس. شرفتونا في الدوره الاولى للمؤتمر في الاقصر، واللي كان ناجح نجاح كبير بحضوركم، وشرفنا ان السنه اللي فاتت، وشرفنا ان احنا ندعوكم للدوره الثانيه للمؤتمر الايزي باس واللي هينعقد في الاسكندريه في الفتره من 23 ل 25 نوفمبر 2023 في فندق جولدن جويل. ان شاء الله هتكون في اجندة علمية قوية، مشاركة رموز متميزة من اساتذة جراحة الاوعية الدموية من مصر ومن السعودية والامارات وجميع دول الخليج وجميع دول العالم، وان شاء الله في ورش عمل ومسابقات وانشطة اجتماعية كتيرة في المؤتمر، وبشرى لشباب جراحة الاوعية الدموية ان في خصم 90% على التسجيل والاقامة في المؤتمر لشباب جراحة الاوعية الدموية اقل من 35 سنة، وان شاء الله يكون في تسجيل مجاني للشباب ما يحضروا المؤتمر بتاع الدوره الثانيه في اسكندريه. هيبقى خاص في تسجيل مجاني في الدوره الثالثه لمؤتمر الاي جي فاسك واللي هينعقد في اسطنبول في فندق كونراد في تركيا ان شاء الله في الفتره من 4 ل 6 اكتوبر 2024. في انتظاركم، مشاركتكم هي نجاح لكل مؤتمرات الاي جي فاسك، والسلام عليكم ورحمه الله.